اليوم راح نتحدث عن موضوع مظلومية للعراقيين المقيمين خارج العراق وفي جمهورية روسيا. وردت إن اتصالات وشكاوى إن هنالك تجنيد للعراقيين مع الجيش الروسي وبدون دراية العراقيين بتفاصيل العقود الموقعة فيما بينهم كونها مكتوبة باللغة الروسية. وأحدى الشكاوى أن أطباء عراقيين اثنين ذهبوا إلى روسيا لدراسة الماجستير وأطباء تخصصيين، وخلال مبادرة منهم قاموا بعملية معالجة الجرحى تطوعا لحالة إنسانية. عرضوا عليهم أن يتعاقدون معهم مقابل ثمن، فرحبوا بهذا الشيء ووقعوا العقود. العقود حقيقة لأنه يعني اللغة الروسية غير دقيقين بها، وعقد كبير ب 15 صفحة، فتصوروا أنه عقد لغرض معالجة الجرحى والمرضى. لكن اتفاجئوا بعد شهر من ممارستهم عمل الطبي في المستشفيات العسكرية، رأسا نقلوهم إلى جبهات القتال وسلموهم أسلحة ويطالبونهم أن يقاتلون. وحقيقة هذا صار مفاجأة وصدمة لهم، وكان موقفهم جدا محرج. فإحنا بدورنا بعد ما وصلت لنا الشكوى اتصلنا بوزارة الخارجية، ومشكورا الدكتور هشام العلوي، واتصل مع السيد السفير العراقي في روسيا، وبدأت السفارة تتدخل بعد هذه الاتصالات. وأيضا اتصلنا بالسيد وزير الدفاع العراقي، وتم الاتصال مع الملحق العسكري العراقي في روسيا، وتحركوا بهذا الجانب. لكن انه هم رفع كتاب من السفارة العراقية إلى وزارة الدفاع الروسية بضرورة إلغاء هذا العقد حتى يتمكنون الأطباء العراقيين العودة إلى بلدهم. ولحد الآن وزارة الدفاع الروسية منذ عدة أسابيع أرسل الكتاب لم ترد، وهذه المماطلة حقيقة تعرض المواطنين العراقيين المقيمين في سوريا إلى خطر. ولذلك نطالب من السيد رئيس مجلس الوزراء استدعاء السفير الروسي في بغداد، وضرورة أن يتدخل لغرض حسم هذا الموضوع وإلغاء العقود بناء على طلب المواطنين العراقيين المقيمين هناك، لأنهم يتعرضون حاليا إلى خطر وتواجدهم في جبهات قتال وهم في غنى عن هذا الأمر. والمفروض يعني الحكومة والخارجية العراقية والسفارة تحذر العراقيين من التورط في توقيع هكذا عقود لسلامتهم وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.